وللمزيد من النقاش حول نفوذ الميليشيات في العراق على خلفية واقعة القبض على عناصر من ميليشيا حزب الله والجدل الدائر حول إطلاق سراحهم بعد تطويق الخزعة لعناصر ميليشياته المقار الحكومية، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي السيد زياد السنجري. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، تحياتي لكم ولكل مشاهديكم الكرام. بعد أن قامت بعض القوات الحكومية باعتقال عناصر من ميليشيا حزب الله على خلفية جرائم جنائية، تم إطلاق سراحهم بالقوة. بداية، كيف يمكن قراءة استخدام الميليشيات القوة لتطويق المقار الحكومية لإطلاق سراح عناصرهم؟ كيف تصف هذا ولا سيما في ظل حكومة الكاظم الجديدة؟ منذ سنوات والعراق يعيش في قانون الغاب، ولكن حالة الأمس تجسدت يعني حرفيا بمسألة قانون الغاب عندما قامت مجموعة إرهابية مسلحة بالاعتداء على جهة تابعة للحكومة أو حكومة الكاظمي أو لمؤسسات الدولة ما بعد 2003. هذه الجهة هي الأكثر مقبولية لدى العاصمة بغداد والسكان، كونهم يمتازون بنوع من المهنية وأن تدريبهم عالي وتلقوا تدريبات في الولايات المتحدة وبإشراف. مع ذلك هذه القوة تعرضت إلى رد فعل من قبل الميليشيات، والحقيقة كان متوقعا أن الميليشيات ستقوم بهذا رد الفعل علما بأن قوة من مكافحة الإرهاب، وكما ذكرت تقارير الحكومة قامت بمداهمة مقر لميليشيات إرهابية لم ترتكب جرائم جنائية وإنما ارتكبت جرائم إرهاب، كونها استهدفت مقرات للدولة وكونها استهدفت مطار بغداد وسفارات أجنبية في داخل العراق ولديها نشاط إجرامي إرهابي واضح جدا. هذه الميليشيات واحدة من الاثنين، إما أن تكون للدولة تابعة ومن حق الدولة أن تدخلها، وإما أن لا تكون تابعة للدولة، وبكل الأحوال الدولة تستطيع مداهمة تلك المقرات. ولكن الذي حدث بأن الميليشيات سطوتها أعلى وقالت كلمتها وفرضت الحقيقة طوق أمني حول مقر في المنطقة الخضراء المحصنة، واستطاعت أن تقوم بالضغط على حكومة الكاظمي وإطلاق سراح الإرهابيين الذين تم اعتقالهم في منطقة الدورة. طيب، من ناحية أخرى، كما تعرف أنه من أهداف الحوار الأمريكي مع الكاظمي حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على الميليشيات، كيف ستقيم أمريكا أداء الكاظمي بعد هذه الواقعة برأيكم؟ لا شك بأن الاتفاق الأمريكي العراقي مع الحكومة الكاظمي كان وفق نقاط معينة وفق جدول، من ضمن هذا الجدول إعلان أمريكا عن دعم العملية السياسية في العراق، ولكن دعم بحذر ودعم الكاظمي على شرط أن يأتي لهم بجديد غير الذي كان موجود زمن حكومة عادل عبد المهدي الذي كان تابع لإيران وميليشياتها ولعبادي الضعيف الذي لا يستطيع أن يقدم شيء. الكاظمي كان أكثر جرأة عندما تعهد للولايات المتحدة بأنه إذا تلقى الدعم المناسب سيقوم بعدة قرارات، أي سيتخذ عدة قرارات وسيقوم بعدة عمليات، من ضمن هذه العمليات التي حدثت ليلة أمس حول مداهمة أحد المقرات. الحقيقة هي رسالة للولايات المتحدة بأن حكومة الكاظمي مستعدة لتقديم شيء جديد لم يقدمه سلفه عادل عبد المهدي والعبادي والمالكي، ولكن هل ستبقى الأمور على ما هو عليه الآن؟ أعتقد بأن المسألة صعبة، كون الولايات المتحدة لا تريد الدخول في داخل العراق في مواجهات مباشرة مع الحشد، وإنما تجعل الحكومة هي حائط الصد الأول، وهي حكومة ضعيفة كونها مستنزفة منذ سنوات بالفساد والمحسوبيات، إضافة إلى تغلغل الميليشيات والأحزاب السياسية الفاسدة في العراق. نعم. طيب أستاذ زياد، ميليشيا حزب الله هاجمت الكاظمي كما تابعتم على خلفية اعتقال عدد من عناصرها، وهذا النهج الذي تروج له منذ تسمية الكاظمي، إذ تصوره على أنه رجل أمريكا وتتهمه بمقتل سليماني والمهندس، هل تعتقد أن مواجهة أعنف تنتظر الطرفين في الأيام القادمة؟ حسب المعطيات التي ستقدمها الولايات المتحدة
والتعهدات في حال انها التمست او لمست رسالة ايجابية من خلال التصرف الذي حدث ليلة امس، وهل ستستطيع ان توفر الولايات المتحدة الدعم اللوجستي والعسكري والسياسي لحكومة الكاظمي؟ الحقيقة الكاظمي قام بفعل وتلقى رد فعل أقوى، حيث تم إطلاق سراح هؤلاء في ونقلهم إلى مقر أمن الحشد في بغداد، وهذا يعني إطلاق سراح طبعا. ولكن مع ذلك ينتظر الكاظمي الولايات المتحدة بتقديم شيء ملموس أو دعم واضح في حال أنه أراد التصعيد، وأشك نعم. بذلك كون التصعيد محدود مع تلك الميليشيات، كونه تابع لتلك الميليشيات والأحزاب أو الجناح السياسي لتلك الميليشيات هو من قام بتنصيب الكاظمي. نعم، هذه الميليشيات التي تتكلم عنها زعماؤها كانوا يقولون أن من يطلق هذه الصواريخ على المصالح الأجنبية في العراق هو الطرف الثالث المجهول. نعم هل عرفنا الآن من هو الطرف الثالث المجهول؟ سيدي الفاضل، لنكن أكثر وضوحا، علينا أن ندرك بأن العالم كله وكل العراقيين يدركون بأن ميليشيات الولائية التابعة لإيران هي الطرف الثالث، وعلينا أن نقول بأن مسرحية القيادات السياسية والميليشياوية في العراق التي تدعي بأن طرف ثالث يستهدف السفارة أو المطار أو المتظاهرين في العراق هم من يأمرون بقتل المتظاهرين. فلنكن واضحين أكثر، الأمور أعتقد أصبحت النقاط فوق الحروف، وأعتقد بأن المشهد أكثر وضوحا وجليا لكل العراقيين. اليوم معركة بقاء، معركة دولة أو لا دولة، ليس الكاظمي من يمثل الدولة بكل تأكيد، ولكن يحاول أن يتقمص ذلك الدور، وبكل تأكيد قانون الغاب هو ما يريده أو تريده الميليشيات التابعة لإيران أن يسود في العراق، وهذا ما جسدته بتلك العملية التي قامت بتطويق مقر مكافحة الإرهاب في أخطر مكان في بغداد، وهو مقرات الحكومة والدولة ومؤسسات الدولة الأكثر تحصينا في العالم وليس في العراق، كون الوزارات وكون المكاتب المشتركة والسفارات داخل المنطقة الخضراء المحصنة. نعم إذن هناك نعم تباين كبير، ولربما الأيام القليلة القادمة ستجعل من المشهد أكثر وضوحا نعم سيد الفاضل. نعم عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، شكرا جزيلا لك.